وللحديث أكثر عن هذا الموضوع الذي يشغل بال الرأي العام الجزائري وخاصة الرياضي، نربط الاتصال الآن بالإعلامي رضا عباس. رضا، صباح الخير. بداية رضا، ما حدث لا يطرح فقط علامات استفهام، بل اندهش الجمهور الرياضي لما حدث ما بعد مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني. حسب مصادر مطلعة للنهار، فيغولي كاد يتشابك مع ميلوفان رايفاتس لخياراته في هذه المباراة الهامة. ما قراءتك لما حدث؟ أولا أخي فاروق، السلام عليكم وسلام لكل مشاهدي قناة النهار. أعتقد أن نتيجة التعادل المسجل أمام المنتخب الكاميروني كشفت المستور وكشفت أن المنتخب الوطني يعاني من بعض التكتلات أو تكتلات كبيرة داخل التشكيلة الوطنية، بدليل أنه هذا الأمر حدث قبل الإعلان عن القائمة النهائية اللي راح تلعب مباراة الكاميرون، وبعدها أثناء التربص. ونقدر نقول لك أخي فاروق أن اللاعبين ما نقولوش كوادر المنتخب الوطني، من بينهم غولا، من بينهم مجاني، من بينهم فيغولي، من بينهم إبراهيمي، كلهم كانوا ضد هذا المدرب ميلومان رايفاتس حتى في المباراة ما قبل هذه المباراة تاع الكاميرون. لكن بعد الفوز في المباراة الأولى في تصفيات كأس أمم إفريقيا، أعتقد أنه اليوم النتيجة تاع هدف لمقابل هدف وين قلصت نوعا ما حظوظ المنتخب الجزائري في الذهاب إلى مونديال روسيا هي اللي فجرت الوضع. وأعتقد أن الأمور وصلت إلى أكثر من التشابك، لأنه كل اللاعبين، يعني قلت لك بعض الأسماء من بينهم فيغولي، إبراهيمي، غلام، محرز، مجاني، كلهم أعلنوا صراحة لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رفضهم التعامل مع المدرب ميلوفان رايفاتس. طيب، في هذه الحالة رضا عباس، الفاف تعاملت باحترافية، جلبت مدرب له باع وله خبرة في إفريقيا، لاعبين محترفين، كل الظروف ملائمة لتحقيق النجاح في المنتخب الوطني كما عهدنا سابقا. من يتحمل الآن المسؤولية؟ هل الفاف؟ هل المدرب بضعف شخصيته إن صح القول؟ هل اللاعبين الآن الذين ربما هم الآن في عين الإعصار لما حدث؟ نعرف أنه في الدورية الأوروبية الأمر يختلف، اليوم في المنتخب الوطني أصبح الباب مفتوح للصراعات، للعصيان، للتكتل، إلى غير ذلك. شوف، المسؤولية يتحملها الجميع، يتحملها رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لأنه ما قدرش يتعامل بطريقة سليمة مع هذه الأمور، لأنه في بداية المشوار كان بعض اللاعبين رفضوا هذا المدرب، وحتى أنه طريقة رئيس الاتحادية التعامل تاعه مع اللاعبين بين قوسين فششهم إلى درجة أنهم ولات أنهم يظنوا أنفسهم أنهم هم المنتخب الجزائري، ومش راهم يلعبوا للمنتخب الجزائري، هم أنفسهم المنتخب الجزائري. من إمتى من من بار إكزومبل مثال فيغولي محدث له أمام علي وزيج، فيغولي محدث له أمام المدرب غوركيف، وهاو الآن يعيدها. مش نعطي لك مثال على فيغولي برك، لأنه القائمة كبيرة وكبيرة جدا. أولا قلت لك أنه المسؤولية يتحملها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في طريقة تعامله وفي طريقة تشكيله. هذا السؤال الذي كنت سأطرحه رضا. نعم، يعني البعض يتساءل هل الفاف الآن ربما أخطأت، أصبحت تتعامل مع اللاعبين بطريقة بمرونة، أصبحت وكأنه فيه دلع لهؤلاء اللاعبين؟ شوف، أنا قلت لك الاتحادية الجزائرية ممثلة في رئيسها محمد رورا، وحتى يراهم أعضاء الطاقم الإداري ونشخص بالأخص وليد صادي وجاهد زفزافي يتعاملوا مع اللاعبين كأنهم هم الجزائر وليس أنهم هم يلعبون للجزائر. هذه وحدة. ثانيا، المسؤولية يتحملها اللاعبين، لأن اللاعبين هذو الجزائر وضعتهم في السكة السليمة، المنتخب الجزائري افتح لهم الأبواب، المنتخب الجزائري سمح لهم بالتنفس نوعا ما، وراهم الآن في كل لاعبين ربما ينشطون في اكبر النوادي الاوروبيه، لكن ماشي من حقهم انهم يضعوا المنتخب الوطني في المزاد ولا في المساومه وفي امور اخرى. اعتقد انه كل هذه الاسباب خلات المنتخب الوطني الان يعاني من هذه الازمه، وهذه الازمه ان شاء الله احنا تفوت بسلام، لانه لحد الساعه
ما زال القرار النهائي ما اتخذش من قبل القائمين على الكره الجزائريه. طيب الان مهمه محمد راوراو على وجه الخصوص والفاف بصوره عامه الاتحاد الجزائري للعبه هو تضميد الجراح واعاده الامور الى طبيعتها واعاده المياه الى مجاريها، لكن تبعات ما حدث اليوم رضا عباس الا يجرنا للتساؤل عن الفاف وتفاوضها مع مدربين اخرين في حال رحيل المدرب رايفاتس، من هو المدرب الذي سيتعاقد مع اتحاد جزائري بهؤلاء اللاعبين يتمردون لا يحترمون المنتخب الوطني ولا يحترمون العلم الوطني؟ لا هذه شوف فاروق نقدر نقول انت تقول تضميد الجراح، لكن نعطيك بالك كلمه اخرى، هو انه المدرب الرئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الان راه يبحث عن مخرج لي ما يخليه اولا ما يخسرش ماديا وما يخسرش ايضا ان الرهان اللي وضعه على نفسه وهو التاهل الى مونديال روسيا، لانه راه كاين مباراه هامه وهامه جدا يوم 12 نوفمبر القادم امام نيجيريا، لازم يتعامل بحذر وحذر كبير. الان ربما التيار اصبح لا يمر بين ميلوزان رايفاتش واللاعبين، اعتقد ان الان الرئيس الاتحاديه بصدد التفاوض مع ربما مع بعض الاسماء اللي نسمع فيها الان في المحيط الاتحاديه، اللي راهم يهضروا على كوربيس، كان راهم يهضروا على سعدان، كان يهضر، لكن لحد الساعه مازال ما تاكدتش كل هذه الامور، لانه من الصعب اتخاذ قرار بهذا الحجم من المسؤوليه، لانه اولا حتى اللاعبين قالوا للمدرب الرئاسه الاتحاديه انهم ما يسحقوش مدرب بالمفهوم العامي، انهم ما يسحقوش بالمدرب وانهم راح ينتفضوا وانهم راح يقاتلون من اجل العوده بثلاث نقاط من نيجيريا، ولكن رئيس الاتحاديه الان راه في ثوب صعب 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 موقع صعب جدا. نعم موقع. صعب صعب لرئيس الفاف محمد راوراو الذي يحاول ايجاد حلول. سؤال اخر رضا عباس، في رأيك ما هو الحل الأنسب حاليا؟ الآن المدرب يرفض الرضوخ لمطالب اللاعبين، الفاف تريد أن تصل إلى مخرج يرضي جميع الأطراف، اللاعبون الآن ينتظرون مغادرة المدرب لرفع التحدي والانتفاضة في مباراة نيجيريا، ما هو الحل الآن في رأيك؟ شوف أولا لأنه باش نضع الجزائر فوق كل اعتبار، لانه كل هذه الامور تبقى نسبيه، لانه وش هي الاساس؟ هو الاساس هو سمعه الجزائر. كي نقولوا سمعه الجزائر نقولوا سمعه المنتخب الجزائري. نعم. اعتقد انه رئيس الاتحاديه الان امام قرار جريء ومسؤول وامام التاريخ. نعم. لانه لو احنا ما ذهبناش الى نهائيات مونديال روسيا واش راح يصرى؟ واش راح يصرى اخي فاروق؟ ما راح يصرى والو. ما ذهبناش الى نهائيات، لكن راح نديروا حد لهذا التكتلات داخل المنتخب الوطني، مش اللاعبين هما اللي يتحكموا في المدرب، وماشي المدرب هو اللي يتحكم في اللاعبين، لانه المنتخب الجزائري فوق كل اعتبار، لازم المنتخب نحن لا تفريط ولا افراط في الامور، او الافراط في كما نقولوا احنا بين قوسين التفشاش تاع رئيس الاتحاديه للاعبين ويخلي يفرض لهم رايهم على المدرب الوطني مش هذا المدرب. هذه رضا عباس لخصت كل شيء، هذه تبعات ربما السياسه المنتهجه من طرف الفاف وتعاملها مع بعض اللاعبين منذ ان تطا قدم اقدامهم مطار هوري بومدين الى غايه وصولهم الى مركز سيدي موسى. فاروق نكمل لك هذه بس مش مع المدرب هذا او مع المدرب سعدان، لاش فينا والصرا مع بن الحاج وحتى انه رئيس الاتحاديه تدخل وكسر كلمه سعدان ومع بن شيخه ومع غوركيف نفس السيناريو يتكرر. نعم نفس السيناريو يتكرر. شكرا لك، شكرا لك رضا عباس على كل هذه التوضيحات، نتمنى ان يصل محمد راوراو الى مخرج يرضي جميع الاطراف في هذه القضيه.